لبنى مصطفى. الرسم ابتدى معايا منذ نعومة أظافري، من قبل حتى ما ادخل يعني الحضانة. والسبب في كده ان انا نشأت في بيئة فنية كان السبب فيها والدي الفنان الكبير مصطفى احمد، وهو اللي زرع فينا ونمى فينا الموهبة. لما شاف ان احنا عندنا الموهبة طبعا بسببه، وسبب ان احنا شفنا الرسم بشكل كبير في بيتنا يعني، وشفنا الالوان وشفنا الخامات، فابتدينا ان احنا بنقلد قدوتنا اللي هو بابا. البداية كانت دراستي كلية الاداب، تحديدا قسم دراسات يونانية ولاتينية. وبعد كده من كتر حبي في المجال دوت كملت ماجستير في تحديدا في الادب اللاتيني. وسبحان الله دراستي ليها علاقة كبيرة جدا بالرسم، لان مادة الاساطير الاغريقية عندنا او الادب الاغريقي جسدها في اللوحات اشهر الفنانين العالميين زي جون بول روبنز وفرانسوا بوشيه ومايكل انجلو. وفي متاحف في ايطاليا رسمة اللي عملت نحت التماثيل ديت، نحت القصص بتاعت الاساطير في منحوتاتهم الخالدة، وبيزورهم السواح من شتى بقاع الارض عشان يشوفوا الاساطير ديت مجسدة في اعمال فنية، لوحات وكمان منحوتات. في الشارع ان انا والدي بيرسم هنا بقاله اكتر من 50 سنة، وبس هو كان عايزني ان انا يعني اخلص دراستي الاول. وبعد كده جيت قعدت معاه ان انا بحب الرسم جدا وهو هوايتي، نصحني قال لي ان الرسم في الشارع حاجة عظيمة جدا، هتسمعي اراء الناس الحلوة وتعليقاتهم الجميلة وسلامهم عليك، ان هم هيسنوا على فنك وما تقلقيش خالص، الشارع معرض مفتوح وهتسمعي كلمات اطراء وكلمات تشجيع هتخليكي تحبي الموضوع يعني، ما تقلقيش ان انت هتواجهي الجمهور، بالعكس. وانا لما قعدت فعلا في الشارع لقيت ان اراء الناس عظيمه، وكانت فرصه ان انا احتك مع العالم بشكل مباشر واستفدت منها، وتلاقيت ان تعليقاتهم جميله وتشجيعيه وحبيت الموضوع يعني. انا برسم بكافه انواع الخامات، برسم رسم بالوان زيتيه وبرسم بألوان مائية. أنا بقول لكل الشباب مفيش حاجة اسمها خوف، الخوف دوت هو أكبر عائق للإنسان وما بيمنعش من أي حاجة غير إن هو بيمنعك إن أنت تعيش اللحظة. فالإنسان المفروض إن هو ما يخافش ويأمن بنفسه وينطلق في الحياة ويسعى، وربنا يعني ما بيخيبش أمل أو سعي أي إنسان بيحاول.